إذا كابتن ممكن نروح بس لزميلنا كريم أحمد نتعرف منه على أجواء المباراة الآن. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك يا كابتن أيمن، برحب فيك وبرحب بكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الأهلي. يعني في هذه اللحظات يمكن لعيبة النادي الأهلي ولعيبة الكونه تنزل لأرض الملعب. الحقيقة جمهور النادي الأهلي شيء عظيم، يعني قطعوا مسافة من الساعة 8 الصبح الحقيقة متواجدين في الغردقة وفي الكونه تحديدا لمواجهة فريق النادي الأهلي. هتاف من أول دقيقة فور نزول لعيب النادي الأهلي لأداء الإحماء. الجو يمكن اتكلمنا على الهواء وقلنا ان احنا خايفين شويه من موضوع الهواء ده، لكن الحقيقه الطقس مستقر جدا، مفيش الهواء المعتاد اللي كنا بنشوفه في ملعب الجونه. فيا رب ان شاء الله باذن الله الاجواء والمناخ والطقس والاستعدادات كل الكلام ده يصب في صالح النادي الاهلي، والتشكيل كمان اللي تم اختياره النهارده باذن الله يكون ثلاث نقاط مهمه جدا لفريق النادي الاهلي يا كابتن. وارضيه الملعب اخبارها ايه؟ لا الحقيقه يعني في اهتمام كبير جدا باستاد خالد بشاره بارضيه الملعب بالمدرجات، فعشان كده يا رب تكون مباراه قويه تليق باسم النادي الاهلي وتكون الثلاث نقاط من نصيبنا ان شاء الله باذن الله رب العالمين. ولينا لقاء بعد المباراه ان شاء الله يا كريم. ان شاء الله يا كريم. شكرا شكرا جزيلا.